المعنيين فيها الشكر وفيها الصبر، صبر على الطاعة، صبر على الطاعة اللي حضرتك اشرت عليه، وتقديم الشكر لربنا سبحانه وتعالى. نعم. إذا ما اختار الصلاة، لأن الصلاة أم العبادات. والنبي عليه الصلاة والسلام كان الصلاة هي مفزعه وملجأه، كان إذا أهمه أمر لجأ إلى الصلاة. وأرحنا بها يا بلال، وأرحنا بها يا بلال، ما هي روحها. فهي عاملة يعني، شوفي الإنسان بيدخل في حضرة الله سبحانه وتعالى وبيلقي همومه وبيرفع شكايته إلى الله. ولو ولله المثل الأعلى، يعني لو واحد ليه قريب واصل شوية وهو اتضايق هيجري عليه يقول له شوف شوف أنا عندي واقع في المشكلة الفلانية وقف جنبي ساعدني، فما بالك بقى بإيه برب العالمين وربنا هو بيقول لنا إن الله مع الصابرين. نعم. الإنسان يدخل في معية الله إزاي في الصبر؟ بالصبر، إذا تحقق الصبر الجميل. ما هو الصبر علشان يكون صبر حقيقي لازم يكون صبر جميل. الصبر بمعنى الجميل هو الصبر الذي لا شكوى معه، يحقق المعية الإلهية. والمعية الإلهية دي أحد إن ربنا يكون معاك يصحبك يوفقك، أحد الموعودات المترتبة على الصبر. ربنا خلى الصبر ده مترتب عليه أمور كتير، منها إن الله مع الصابرين يبقى المعية، منها تحقق الرياسة والتوفيق وتحصيل المراكز والمراتب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يبقى الصبر يورث الإمامة. إمامة يعني المنازل المتقدمة، الإمامة في الدين. الصبر جزاؤه مختلف تماما عن جزاء أي خلق آخر. أي خلق آخر الحسنة بعشر أمثالها. نعم. والله يضاعف لمن يشاء. لكن الصبر ربنا بيقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب، مفيش معيار. والصيام أيضا يا مولانا صح؟ ما هو الصيام نصف الصبر، يا برضو رجع للصبر. أيوة. برضو ما هو في صبر على الطاعة طبعا، الصيام صبر، الصيام بصبر عن الشهوات وبصبر عن الأكل وبصبر عن الشرب. الصيام في ثلاث معاني بتوع الصبر، صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على أقدار الله. كيف يا مولانا اشرحها لنا بقى؟ صبر على الطاعة ان انا بجاهد نفسي، وصبر عن المعصية ببعد عن المعاصي في اثناء الصيام عشان صيامي يصح. نعم. عن الغيبة والنميمة والنظر المحرم وكذا الى اخره. وصبر على أقدار الله، الصيام ربنا قدره عليا من الفجر الى المغرب طول اليوم او يقصر، انا ملتزم فانا صابر على ما قضاه الله علي وقدره. ولذلك كان الثواب في الصيام غير الثواب في سائر العبادات. فربنا سبحانه وتعالى بيقول الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. يعني ده لانه صبر برضه خارج عن قانون المضاعفه اللي هو الحسنه بعشر امثالها. ليه؟ لانه من الصبر، والصابر يوفى اجره بغير حساب. نعم. احنا فاضل لنا دقيقه ونص وعايزين واحد اتنين تلاته كده نصايح من القلب للقلب، كل حد مبتلى في احد الثلاث امور اللي لازم نصبر فيها والثلاث انواع الصبر اللي حضرتك اشرت ليهم، تنصحه يعمل ايه؟ واحد اتنين تلاته تنصحنا نعمل ايه يا مولانا؟ هو دايما الانسان لما يتخيل العاقبه يصبر. يجي الطالب من دول يوصل الايام والليالي في الثانويه ولا في الجامعه ولا في بتاع، لانه عارف انه لو جاب مجموع كبير هيخش الكليه بيحبها. لو جاب مجموع كبير هيعرف يترشح لوظيفه احسن، فيصبر على التعب وبتاع، يقول لك انا عامل معسكر ومش عارف عشان ايه عشان عارف عيني على الجزاء. في عاقبه في الشغل او كده، في بروجكت او مشروع معين شغالين عليه نسهر ليل ونهار عشان نسلمه في التوقيت المعين، عشان لما نسلمه هترقى وهاخد علاوه وبونص ومش عارف ايه. فتخيل حلاوة العاقبة يهون مرارة الصبر. الله، تخيل حلاوة العاقبة يهون مرارة الصبر. أيوه، والدنيا كلها ثلاث دقايق. دايما حضرتك بتقول لنا كده وتخلص. فأنا هصبر في ثلاث دقايق دول كام ثانية، وبعدين يبقى المقابل حلاوة النعيم الأبدي. نعم. الذي لا نهاية له. نعم. أخيرا يا مولانا، الدعاء لما بنطلب عاجله وليس آجلا، يا رب أنا عايزة كذا عاجلا وليس آجلا، هل ده في عدم صبر؟ لا لا خالص، ده في طلب من ربنا سبحانه وتعالى، طلب مشروع. أحيانا الإنسان لما تتكالب عليه وتتكسف عليه المحن بيبقى خلاص مش قادر، فبيقول ربنا ارحمني يا رب وارفع عني، ارفع عني عاجلا غير آجل. ده لا يتنافى مع صبرنا. لا خالص. بارك الله فيك يا مولانا.